أسبوع جديد وحلقات جديدة من مطبخ آسيا، والأسبوع ده مخصص لوصفات البقول. لما بنتكلم على وصفات البقول أو البقول عامة، بتبقى التكلفة بتاعت الوصفة قليلة جدا. لاحظوا إن أنا بقالي فترة طويلة جدا بحاول إن أنا أدخل وصفات سعرها قليل قوي. النهاردة حلقة خاصة عن الطعمية، طعمية البيتي، لكن مش هنعمل طعمية الفول، هنعمل طعمية العدس الأحمر، وهنعمل كمان طعمية هندي باللوبيا أم عين سودا. لما بنتكلم على طعمية العدس الأصفر أو العدس الأحمر حسب كل واحد ما بيسميه، بنستخدم العدس الأحمر بس نكون نقعينه أو نقعينه قبليها على الأقل بثلاث ساعات، وياريت لو ليلة كاملة تبقى يعني بركة من ربنا. هاخد دلوقتي بولة أحط فيها العدس. امتى تعرفوا ان العدس ده جاهز ان هو يتطحن؟ لما تاخدوه بين ايديكوا يبقى سهل ان هو يتكسر بالشكل ده. فعندي هنا عدس احمر او اصفر اللي هو بنعمل بيه الكشري الاسكندراني ده. هحتاج انا جوانتي في الحوار ده كله عشان اشتغل على راحتي، او قبل الجوانتي خلينا نمشي بالمعلقه. بسخن طبعا الزيت بتاع الطعميه، وجنب العدس الاحمر هحط بصلة متوسطة كده مفرومة ناعم. الحاجات دي كلها هتديني نكهة حلوة قوي للطعمية بتاعتي. وعندي بقدونس وكزبرة مفرومين. الطعمية دي لذيذة قوي 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 قوي، وتغيير عن طعمية الفول. وعندي كزبرة مفرومة، عندي حوالي 3 فصوص من الثوم مفروم. هبتدي دلوقتي ازود البهارات. عندي كزبره ناشفه، عندي شويه شطه وده اختياري، او البابريكا. عندي ايه اللي هحتاجه كمان؟ كفايه هحتاج ملح وفلفل. عندي فلفل اسود، وعندي ملح. بخلط الحاجات دي كلها مع بعض. لما بنتكلم عن الطعمية دايما بنشوف القوام عامل ازاي. لما يكون القوام عندنا ناشف بنضطر ان احنا نزود بيضاية، لكن لما يكون القوام شديد او لزج وتمام جدا بنزود يدوب البيكنج باودر من غير بيض، لانه البيكنج باودر شوية بتساعدنا ان احنا ننفش الطعمية او تنفش الطعمية بتاعتنا. هجيب الكبة، هاخد بقى كمية من العدس او الخلطة بتاعت الطعمية بتاعتي. ممكن تعملوها كمان في المكنة بتاعت فرم اللحمة بتاعت الطعمية اللي احنا متعودين عليها. ودايما ندخل شوية شوية الطعمية عشان خاطر تتطحن معانا كويس. وهجيبها طحنها بقى. الاول بنطحن طحن خشن، وبعد كده بنطحن طحن ناعم. وزي ما قلت على حسب بقى، لو لقينا العدس شرب ميه كتير ولزج مش هنضطر ان احنا نزود البيضايه، هنزود بس البيكنج باودر. لكن لو لقينا ان العدس مثلا من النوعيه اللي ما بيشربش الميه، ولقينا ان الطعميه بتاعتنا العجينه بتاعتها ناشفه، هنزود البيض. الطعميه دي لذيذه جدا وطعمها مختلف. الأسبوع ده هنجيب وصفات للبقول منتهى الروعة إن شاء الله. طيب ده بيبقى شكل الطعمية بتاعتنا. هجيب البولة دي. اهو ده بيبقى الشكل النهائي بتاعها، وانا شايفة ان هي حتى مش هتحتاج البيض. ونطحن لفة تانية واحنا ماشيين. هاخد تاني الطعمية من هنا او الخليط ده من هنا، واطحن لفة تانية لحد ما يبقى عندي العجين او الحجم اللي انا عايزاه.
أنا بتكلم على وصفة اللي موجودة على الموقع بالمكونات بتاعتها صالحة يعني عشوة عائلية من 10 أشخاص 8 أشخاص بالمنظر ده، وبيفضل منها كمان لتاني يوم. هياخد تاني بالشكل ده، هي فين؟ أيوة وهطحن الأول خشن وبعد كده ناعم. وبكده تكون العجينة بتاعتنا جهزت. طيب طبعا الاختبار هو سيد المواقف. دي خلاص احنا وصلنا للفكرة اللي احنا عايزينها، هنركنها على جنب ونبتدي نشوف العجينة اخبارها ايه، هل هتحتاج بيض مش هتحتاج بيض، ده اللي احنا هنشوفه. بس طبعا مش يعني الكمية الكبيرة اللي بتبقى محتاجة بيضاية كلها، لكن الكمية اللي انا عاملاها دي يعني بالكتير نص، يعني مثلا دايما اخفقوا البيضاية في بولة او في كوباية وابتدوا نزلوا البيض بالتدريج عشان خاطر يعني ما يبقاش الموضوع مننا يفلت من ايدينا زي ما بيقولوا، او العيار يفلت. طيب انا شايفة ان هي يعني مش محتاجة بيض، انا شايفة ان العدس خد مية وكل حاجة. هحط بس نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يستحسن اعجن بايدي عشان تدخل البيكنج باودر كويس قوي في الخليط بتاعي. البيض طبعا ما تلبسيش الجوانتي، الجوانتي ده بس حاجة كده الكريزة اللي فوق التورتة في برامج الطبخ، لكن البيض تغسلي كيدك كويس واشتغلي بضمير ووصلي الطاقة الايجابية بتاعتك في الاكل، ومنها كمان تحسي بالخلطة اذا كانت محتاجة بيض ولا مش محتاجة بيض. الحاجات دي كلها بيمنع الجوانتي من وصول معلومتها. طيب كده كل حاجة تمام. هاخد معلقة الطعمية او المعلقتين العاديين بتوع البيض، طبعا دي متوفرة في كل حتة وبتساعد على حاجات كتير، بس لو معلقيناش معلقة الطعمية معلقتين سوا مع بعض بناخدهم ونبتدي نظبط كده بالشكل ده، يعني دايما بتبقى بالشكل ده الطعمية. توها شكل جميل كده، وده بيبقى شكلها بالشكل ده. طب احنا هنعمل تجربة صغيرة، شوف لو فكت مننا شوية طعمية في الزيت ده معناه ان هي محتاجة عنصر ربط زي البيض، لو ما فكتش يبقى انا شايفة ان هي كفاية، لانه اوريدي فيها سوائل او المية شرب العدس مية كتير. هناخد كده تمام، بس انا غالبا شايفة ان هي مش هيحصل لها حاجة. دايما الزيت حموه كويس قوي وبعد كده وطوه عشان خاطر الطعمية تلحق تستوي من جوه اكتر من بره. كده ده الحلو في الاداة العجيبة دي، سعرها متهيألي انا جايباها من ابو ظبي ب3 جنيه مصري او حاجة كده، موجودة في كل حتة، يعني ان هي بتدي شكل حلو وكمان بتبقى سهله قوي وتشتغلي بيها بسرعه. طيب انا هحمر بقى باقي الاقراص بتاعه الطعميه ونرجع بعد الفاصل نعمل الطعميه الهندي بالفاصوليا العين السوداء. ما تروحوش اي حته عشان الحلقه دي رائعه جدا جدا للناس اللي بيحبوا الطعميه زي حالاتي. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، واحلى طعميه لاحلى ناس بتشاهد مطبخ اسيا دلوقتي.
ده شكل الطعمية بتاعت العدس الأصفر. طبعا نشفوها الأول دايما في المنديل بتاع المطبخ عشان تشيلوا الفائض من الزيت. هخلي الزيت ده برضو هحافظ على السخونية بتاعته، وطوا النار بس، وهبتدي أشتغل في الفاصوليا أو في اللوبيا، الطعمية بتاعت اللوبيا. عندي اللوبيا برضو نقعاها مش 3 ساعات، لو العدس 3 ساعات يبقى اللوبيا ليلة كاملة. لازم دايما تعملوا كده، الحاجة تتكسر بين صوابعكم. عندي حبة حلوين لوبيا عين سودا، وممكن كمان اللوبيا العادية أو الفاصوليا البيضاء. عندي هنا بصلة مفرومة ناعم. الطعمية دي بقى فيها نكهات هندي، عندي الجنزبيل الفريش، وعندي التوم، بعد كده هزود كزبرة لأنه الهنود ما عندهمش بقدونس، ما بيعرفوهوش أصلا، ما بينبتش في الأرض السعيدة بتاعتهم. وعندي فلفل أحمر بارد، وممكن تزودوا اختياري الفلفل الأخضر الحامي، بس هي ضروري يبقى فيها الفلفل الأحمر البارد، ضروري ضروري ضروري، لأنه هو اللي بيديها الطعم. وهزود بقى البهارات، البهارات هنزود الكاري لأن هي طعمية هندي، وهزود الملح والفلفل، حبة ملح حلوين لأن الطعمية البقول بتحتاج ملح، فلفل أسود نفس المنطلق برضو. همزج الحاجات دي كويس قوي مع بعض، وهبتدي أطحن في الكبة الحاجات دي كلها لحد ما أحصل على خليط طعمية. تمام كده، دي بقى طعمية بتبقى جميلة جدا لأنه فيها نكهة الكاري. احنا دايما بنقول انه الجميل ان احنا نعمل الوصفات الاقتصادية او الوصفات المبتكرة، لكن في نفس الوقت يبقى فيها حاجة جديدة، يبقى نخرج عن المألوف. دايما ما تحاولوش لما نكون بنشتغل الطعمية في الكبة ان احنا ننزل بكمية كبيرة من الطعمية، لانه ده ما بيساعدناش في الكبة ان احنا ننعمها كويس. اطحنوا بالتدريج زي ما بنعمل دلوقتي. هاخدها وقاعدة اساسية دايما نبتدي خشن ونلعب. هتأكد بس انه نجيب معلقة، دايما ندخل الجناب لانه الطعمية بتاعت العدس، عشان العدس صغير حتى لو فضلت مننا كم حباية بتمشي اوكي، لكن عشان خاطر الفاصوليا او اللوبيا ام عين سودا دي بتبقى الحبات كبيرة، فممكن تخلينا الطعمية بتاعتنا تفوق. دايما نتأكد ان احنا بنطحن كويس قوي. تمام كده، هنروح جايبينها. واللي لاحظته انا بصراحة في الطعمية بتاعت الفول او سوري الطعمية بتاعت الفاصوليا والطعمية بتاعت العدس، ان هما مش دايما قوي بياخدوا موضوع البيض ده لانه بيبقوا شاربين مية كتير. ده بيبقى شكلها يعني زيها زي التانية، بس دي بتبقى لونها ابيض يعني منتهى اللذة. خلونا نشيل ده وننزل طعمية بالشكل ده، ناخد لفة تانية. يلا ناخد برضو كم معلقة، بالشكل ده. وزي ما قلت ما نمليش الكبة قوي، عشان خاطر لو ملينا الكبة مش هنعرف نطحن الطعمية كويس قوي. الكاميرا الكلوز بتتحرك معايا بسرعة رهيبة عشان خاطر تجيب كل ده. لو تسمعوا اصوات غريبة كده اعرفوا انه استاذ ياسر بيتحرك عشان يجيب لكم شطات حلوة. هطحن الحاجات دي
مع بعض. قلنا دايما نبتدي بالخشن وبعد كده نكمل بالناعم. ده بالنسبة للكبة بتاعتي، عندي فيها زرارين، لكن طبعا في ناس تانية بيبقى عندها السرعات المختلفة، فدايما نبتدي من البطيء وبعد كده نعلي السرعة. دي كانت الطعمية بتاعت العدس الأصفر أو العدس الأحمر حسب ما أنتوا بتحبوا تسموه. إحنا شخصيا نسميه في المغرب العدس الأحمر، أنتوا بقى بتسموه العدس الأصفر، وخصوصا الإسكندرانية. دي حركنها على جنب، وعندي طبعا شوية بيكنج باودر بزودهم، لأنه البيكنج باودر بتساعدني أن الحاجة تنفش كويس قوي معايا. هبتدي أشتغل بدي. طبعا النار دلوقتي حوطيها عشان خاطر ريحة الكاري جامدة تستوي معايا الفاصوليا او اللوبيا عين سودا. ونفس اللي كنا بنعمله. هاي حبنا الاصوات دي في المطبخ. واحنا ماشيين وقلنا اللي ما عندوش المعلقة بتاعت الطعمية ممكن يعمل المعلقتين الاثنين. بس خلي بالكوا، عشان كده بقول دايما لو في زيت في المطبخ ما تتدخلوش الاطفال معاكم. على الاقل انت كبيرة ممكن تسيطري، وحتى لا قدر الله ممكن تفلت منك، لكن مع وجود الاطفال ما تعرفيش لا تسيطري على نفسك ولا تسيطري على البوتاجاز ولا تسيطري على الطفل. بالشكل ده واحنا ماشيين. الطعمية دي ريحتها مختلفة عشان الكاري، هي بتبقى حامية لانه بيحطوا فيها فلفل اخضر حراق، بس احنا النهاردة مش حاطين لانه انا بصراحة عايزة اكل منها. تمام، ونبتدي نقلب. هجيب برضو منديل المطبخ عشان المنديل ده هو اللي بياخد لنا الفائض بتاع الزيت اللي في الطعمية. افكركم النهاردة انها كانت حلقة خاصة عن الطعمية البيتي، بس مش اي طعمية، يعني اكيد قبل ما نال عملت طعمية الفول لحد ما قلت يبس، واكيد طبعا كذا حد عملهم. وعيب طبعا لما تيجي واحدة مغربية تعمل المصريين الطعمية، يعني ده انتوا الفلافل كلها. فالنهاردة عملنا طعمية بالعدس الاحمر، وعملنا طعمية بالفاصوليا او باللوبيا عين سودا، وقلنا انها ممكن تتعمل كمان بالفاصوليا البيضة. فيا رب الحلقة تكون عجبتكم. الوصفات كلها موجودة بالمقادير والتفاصيل والمكونات وعدد الأشخاص وكل الحاجات دي على موقع قناة ست البيت. لو في أي حاجة بعتولي على صفحتي مطبخ أسيا، تواصلوا معايا، بعتولي تطبيقاتكم، دي حاجات كلها بتسعدني، دي كلها حاجات بتبقى على راسي من فوق. شوفكم الحلقة الجاية، وأسبوع البقول لازال مستمر. يا رب بس تبقوا متابعينا طول الأسبوع كده، عشان أكيد أكيد مش هتربحوا جايزة، بس أكيد هتاخدوا أحلى وصفات. شكرا لكم.